أسعار كروت الشاشة تستمر بالانخفاض، وكرت RTX 3050 نسخة 4 جيجا، وبرضو كرت 3050 ثاني نفس الموجود حاليا ولكن باستهلاك طاقة أقل، ومعالج i9-12900KS. السلام عليكم، معكم معاذ من قناة تيكلو. إذا كنت مهتم بهذا النوع من المحتوى لا تنسى تشترك في قناتي وتفعل جرس التنبيهات وتعطي هذا الفيديو لايك. والآن خلونا نبدأ. خبرنا الأول، يبدو أن انفيديا راح تطلق كرت RTX 3050 4 جيجا بايت، وراح يكون على شريحة GA107 بدلا من شريحة GA106 اللي تستخدم حاليا على كرت RTX 3050 اللي نعرفه حاليا. بناء على هذا الخبر اللي تم نشره على تومز هاردوير، فيبدو أنه فعلا انفيديا تنوي إطلاق كرت RTX 3050 نسخة 4 جيجا، ولكن الفرق ما بينه وما بين 3050 8 جيجا مو بس الذاكرة، مع أنه اسمه يقول أن RTX 3050 4 جيجا يوحي أن الاختلاف فقط في حجم الذاكرة، ولكن برضو في اختلافات ثانية، بحيث أنه 3050 نسخة 4 جيجا راح يجي بعدد أنوية كودا كورز أقل شيء بسيط، وبرضو سرعات البيس كلوك والبوست كلوك راح تكون أقل بشعرة، بحيث أن RTX 3050 نسخة 8 جيجا اللي موجود حاليا يبدأ بسعر $250، بينما نسخة 4 جيجا راح تبدأ بسعر $200، أي أرخص $50. ويبدو أن انفيديا تستهدف منافسة RX 6500 XT بهذه الفئة السعرية. طيب، هل هذا الكرت كويس؟ بصراحة ليش 4 جيجا يا انفيديا؟ ليش؟ لماذا؟ 4 جيجا ما عاد كافية بالوقت الحالي بالنسبة لي للألعاب الثقيلة مثل ألعاب التريبل أي. كنت أفضل أنه هذا الكرت يجي بـ 6 جيجا بايت على الأقل، راح تكون مناسبة للـ 1080p 6 جيجا وبتكون كافية للوقت الحالي بالنسبة لمعظم الألعاب، ولكن الـ 4 جيجا ممكن تسوي شوية مشاكل مع بعض الألعاب الثقيلة خصوصا على أعلى الإعدادات. وبرضو عندي عتب على موضوع المسميات عند انفيديا، يعني ليش هذا اللبس؟ يعني ليش تقول لي RTX 3050 8 جيجا، RTX 3050 4 جيجا، ومع ذلك الفرق ما بينهم مو بس الذاكرة، في تخبط في التسمية، خصوصا ان معظم الناس تتوقع ان انفيديا مستقبلا راح تطلق كرت 3050 نسخة TI او سوبر عشان تغطي الفجوة اللي موجودة ما بين 3050 وكرت 3060، لانه الفجوة ما بين 3050 وال 3060 حوالي 40%، وهذا برضو ما ندري ايش راح يكون اسمه بالضبط، فالموضوع فيه لخبطة نوعا ما بالمسميات. ولكن احط اللوم على AMD نوعا ما، لانه كرت ال RX 6500 XT كرت جدا سيء، فحتى لو انفيديا اطلقت RTX 3050 بانوية كودا كورز اقل مع 4 جيجا بايت بسعر $200، راح يسحق ال RX 6500 XT من جميع النواحي. هذه اضرار عدم وجود المنافسة، راح تضطر انك تخفض بعض الاعدادات اللي تستهلك من الفيرام عشان ما تقابل مشاكل. بالنسبة لي المفروض AMD وانفيديا يوقفون عن اطلاق اي كرت 4 جيجا يكون موجه للالعاب. خبرنا التالي، يبدو ان انفيديا راح تطلق كرت RTX 3050 يستبدل ال 3050 الحالي، وراح يكون على شريحة GA107 بدلا من شريحة GA106 الموجودة حاليا. الكرت راح يكون نفس الكرت الحالي تماما، ما في اي فرق، فالفرق الوحيد ما بين الكرت اللي راح ينزل في المستقبل والكرت الحالي اللي هو استهلاك الطاقة. RTX 3050 اللي راح يجي على شريحة GA107 راح يكون اقل في استهلاك الطاقة 15 واط، بحيث انه راح يستهلك 115 واط بدلا من 130 واط في الكرت الحالي. ايش رايي بهذا الكرت؟ بصراحة يعني ما يفرق سواء اشتريت كرت 3050 اللي موجود حاليا او شريت 3050 اللي راح يجي على شريحة GA107، الفرق ما بينهم 15 واط إلا إذا كنت مرة مهتم في موضوع صرف الطاقة. خبرنا التالي، ظهور أسعار معالج i9-12900KS. هذا المعالج لنا فترة نسمع عنه، وعلى ما يبدو أن سعر هذا المعالج راح يكون ب 780 إلى $790. نتكلم هنا أنه هذا المعالج راح يكون أغلى من الـ i9-12900K العادي بحوالي $180 إلى $200 أمريكي، والفرق ما بينه وما بين الـ i9 العادي أنه يجي بسرعة كلوك أعلى، بحيث أنه 12900KS قادر أنه يصل إلى 5.5 GHz، على خلاف النسخة العادية اللي قادر أنها توصل إلى 5.2 GHz فقط. طبعا مو على كل الأنوية، لأنه لو كل الأنوية قدرت أنها توصل إلى 5.5 GHz راح تحتاج بلوك ثلج من القطب الجنوبي عشان تبرد هذا الشيء. والفرق الثاني انه يجي ببيس باور اعلى، الـ i9-12900K البيس باور حقه 125 واط، ولكن الـ i9-12900KS البيس باور حقه 150 واط.
واط، أي أعلى ب 25 واط. طبعا هذا البيس باور، ولكن كلنا نعرف أن كلا المعالجين يصرفون أكثر من 200 واط، ونسخة الاس من الواضح أنها بتصرف أكثر. طيب هل يسوى؟ بصراحة لا، يعني 200 دولار زيادة عشان سرعة الكلوك أعلى بشيء بسيط ما يسوى. يعني الـ i9 12900K العادي يمديك تكسر سرعته شيء بسيط وتحصل على نفس السرعات تقريبا. خبرنا التالي والأخير هبوط جديد لأسعار كروت الشاشة، وزي ما توقعنا في فيديو سابق حول إمكانية نزول أسعار الشاشة، فعلا أسعار كروت الشاشة بدأت تنزل، وغطينا هالشيء في فيديو الأخبار الماضي. وذكرت في فيديو الأخبار الماضي خبر يؤكد على نزول أسعار كروت الشاشة بشكل بسيط، بحيث ذكرت أنه أسعار كروت الشاشة انخفضت في أواخر يناير مقارنة بمنتصف ديسمبر الماضي، والنزول كان طفيف، ولكن ذكرت أني أتوقع أنه أسعار كروت الشاشة تستمر بالنزول. وفعلا الآن عندنا تقرير من موقع 3D Center يؤكد أن أسعار كروت الشاشة لا زالت تستمر بالنزول. في هذا الجدول البياني يوضح لك نزول أسعار كروت الشاشة، وكالعادة الخط الأخضر والأحمر يشير لأسعار كروت AMD وانفيديا، والأصفر يشير لسعر عملة الإثيريوم، والأرجواني يشير إلى التوفر. وزي ما أنتم شايفين حاليا في فبراير أسعار كروت الشاشة بدأت تنزل بنسب يعني ما تعتبر قليلة مقارنة بديسمبر الماضي. زي ما انتم شايفين في هذا الجدول أسعار كروت انفيديا كانت أغلى بنسبة 87% من السعر الرسمي في ديسمبر الماضي، ولكن الآن صارت أغلى من سعرها الرسمي ب 57% بس بدلا من 87%. نفس الشيء بالنسبة لكروت AMD، كانت في ديسمبر الماضي أغلى من سعرها الرسمي ب 83%، ولكن الآن أصبحت أغلى من سعرها الرسمي ب 45%. طبعا إلى الآن تعتبر غالية، ولكن الهبوط ما هو بسيط. مقارنة بمايو الماضي في عام 2021 الوضع كان سيء جدا، كروت انفيديا كانت أغلى من سعرها الرسمي ب 200% في مايو الماضي، ولكن حاليا أصبحت كروت انفيديا أغلى من سعرها الرسمي ب 57%. الأسعار قاعدة تنزل من فترة طويلة ببطء. للأمانة هذا التأثير ممكن ما نراه في كل الأسواق في الوقت الحالي، خصوصا في الأسواق المحلية. مع الأسف لا زالوا بعض التجار يغالون في أسعار كروت الشاشة على الرغم من أن أسعارها بدأت تنزل، ولكن نزول أسعار كروت الشاشة راح يطال الجميع. هذول التجار ما راح يقدرون هم يحافظون على الأسعار للأبد، راح تنزل، ولكن يبغى لها وقت، هي مسألة وقت. الأسعار فعلا بدأت تنزل. طبعا سبب نزول أسعار كروت الشاشة يرجع لعدة أمور ذكرناها كثير مؤخرا، منها انخفاض أسعار العملات الرقمية خصوصا الإثيريوم، منها أن صعوبة التعدين لا زالت مرتفعة. لو لاحظتوا مؤخرا سعر عملة الإثيريوم بدأ يرتفع، ذكرنا سابقا أنها وصلت ل 2400 دولار تقريبا، ولكن حاليا وصلت إلى 3150 دولار، ولكن صعوبة تعدينها لا زالت مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. فإلى الآن فكرة شراء كروت الشاشة بهدف التعدين ما عاد هي فكرة كويسة، وهذا الشيء يخفف طلب المعدنين على الكروت، بل أنه أشك أنه حاليا في معدنين يشترون كروت بكثرة عشان يعدنون فيها، وهذا الشيء أدى إلى أن التوفر قاعد يتحسن. مو الشيء الوحيد طبعا، الشركات يعني نوعا ما نقدر نقول انه انتاجيتهم لربما صارت افضل، طلب المعدنين على الكروت صار اقل، ما عاد فيه شراها من المعدنين على هذه الكروت، فهذا شيء كويس. وبس، وبكذا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك، ولا تنسى تشترك في قناتي لو ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، وتترك لي تعليق تحت في الكومنتات، وتقدر تتابعني على حسابي بتويتر لو حاب، راح اكون متواجد هناك في اوقات كثيرة، ونشوفكم في فيديو قادم.